السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض تمارين على الانتقال. كنا واقفين عند السالب العين في مستوى الأحداثيات. صورة كل ما تدينا دال باتنين وصفر وهي بسالب واحد وواحد بانتقال قدر س زائد تلاتة وقصاد زائد اتنين. وما نوع الشكل الناتج ولماذا؟ طيب احنا هو رسم لنا الدال هي اهو، الدال قدامك هنا عند الاتنين وصفر واللي هي عند كام؟ عند السالب واحد وواحد، وعايز يعمل ايه؟ انتقال لقطعة مستقيمة دال هي. يبقى انا اول حاجة عشان اجيب الانتقال الصورة بتاعتها، يبقى الصورة بتاعت الدال اللي اسمها ايه؟ يبقى دال هي دي انا عايز اجيب صورته، يبقى عبارة عن ايه؟ دال شرطة هي شرطة. اشوف هجيبها ازاي؟ اول حاجة انا هجيب دال شرطة، قلت ان عندك الصورة بتساوي ايه؟ اللي هي القانون بيساوي النقطة زائد الانتقال. النقطة اللي هي الايه؟ اتنين وصفر دي، زائد الانتقال بتاعك اللي هو كام؟ سالب ايه؟ الانتقال عندك س زائد 3 وص زائد 2، يبقى عبارة عن 3 وايه؟ 3 و2. 3 و2 هجمع عادي 2 و3 5 و0 و2 ايه؟ يبقى 5 و2. طب هي الشرطة برضو عبارة عن نقطة ايه؟ سالب 1 و1 زائد الانتقال بتاعك 3 وايه؟ 3 و2. يبقى سالب 1 زائد 3 يطلعوا 2 و1 زائد 2 ايه؟ 3، يبقى تطلع 2 و3. حاجة ارسمها مع بعض كده، نقطة دال شرطة طلعت 5 وايه؟ 5 و2 اللي هي دال شرطة وهي شرطة 2 وايه؟ 2 و3. دي ايه؟ شرطة. هوصلهم بعض كده وبقول لك وصل بقى الشكل كله مع بعض كده عشان تعرف الشكل اللي الناتج عندك ده ايه. يبقى الشكل اللي عندي ده هيصبح ايه؟ قال لي الشكل اللي قدامك ده هيبقى معين. اشمعنى هو معين؟ يبقى بيقول لك ما نوع الشكل الناتج ده معين. ليه؟ لو انت خلي بالك لو لاحظت كده هتلاقي جميع اضلاعه متساويه، لو انت بصيت فيه هتلاقي الاضلاع جميع الاضلاع متساويه لكن القطرين غير متساويين. كنا شايلين اللي بيفرق المربع عن المعين بس المهمه ان القطرين غير متساويين. يبقى ده معين ليه؟ لان جميع اضلاعه متساويه في الطول وكمان القطرين غير متساويين. طب نشوف بعد كده التمرين اللي بعديه. بيقول لك صورة الشكل الرباعي ا ب ج دال بالانتقال قدره 3 وسالب 4. طيب خلي بالك الشكل ا ب ج اهو، عايز تعمل انتقال بقدره صورته بانتقال قدره 3 وسالب 4. اول حاجه انا هنقل كل نقطه لوحدها، يعني انا هجيب صوره النقطه ا ونقطه ب وج ود، ده عندي الانتقال. يبقى اول حاجه عايز اجيب ا ايه؟ ا شرطه. يبقى انا عندي قانون بيقول ايه؟ قانون بيقول ان الصوره بتساوي النقطه زائد الانتقال. الصورة عندك هنا كام؟ نقطة. هنشوف بقى النقط الأول كام؟ ألف دي واقف عند كام؟ خلي بالك أنا عايز أشوف الألف، هنزل من هنا ومش مدينا الأرقام بتاعته، أربعة وكام؟ أربعة وخمسة، يبقى الألف دي أربعة وخمسة. طب الباء أربعة وكام؟ أربعة واتنين. طيب الجيم عندك كام؟ أنا نازل عند الواحد، واحد وكام؟ واحد واتنين. طب الدال واحد وكام؟ واحد وأربعة. عايز أعمله بقى إيه؟ الشكل ده بانتقال. أول حاجة هجيب الألف، احنا اتفقنا ألف أربعة وخمسة، أربعة وخمسة زائد يبقى النقطة زائد الانتقال عندك كام؟ تلاتة وسالب أربعة. هجمع عادي، أربعة زائد تلاتة كام؟ أربعة زائد تلاتة كام؟ سبعة، وخمسة ناقص أربعة كام؟ واحد. يبقى أول حاجة إيه؟ سبعة واحد. طب هجيب الصورة التانية اللي بعدها اللي هي ب شرطة بتساوي ب عندك بكام؟ ال ب عندك بأربعة واتنين، يبقى أربعة واتنين زائد الانتقال قدره كام؟ 3 وسالب 4. هجمع عادي، 4 و3 كام؟ 7 و2 وسالب 4 كام؟ سالب 2. طيب هجيب برضه جيم شرطة، جيم شرطة عندك النقطة جيم، النقطة جيم بكام؟ 1 و2، 1 و2 زائد الانتقال عندك 3 وسالب 4 هتساوي كام؟ هجمع 1 و4، 1 و3 4 و2 ناقص 4 كام؟ سالب 2. طب هجيب برضه دال شرطة اللي الدال عندك اصلا بكام؟ النقطة الأصلية 1 و4، 1 و4 زائد الانتقال عندك 3 وسالب 4 يبقى 1 و3 4 و4 ناقص 4 كام؟ 0، يبقى 4 و0. يبقى أنا كده كتبت صورة كل نقطة من النقط اللي من الدال. عايزة بقى أعمل إيه؟ عايزة أرسمها، هنشوف مع بعض هنرسمها إزاي. أول حاجة هرسم نقطة ألف شرطة اللي عبارة عن 7 و1، يبقى من السبعة واطلع عند الواحد، يبقى دي سبعة واحد اسمها ألف شرطة. طيب النقطة اللي بعدها اسمها إيه؟ سبعة وسالب اتنين اللي هي ب شرطة. سبعة في اتجاه سالب اتنين، خلي بالك أهو ده هنا إيه؟ الصفر، وهنا ده سالب واحد وده سالب اتنين، يبقى هي سبعة وسالب اتنين هنا. دي اسمها ب شرطة. طب النقطة اللي بعدها إيه؟ جيم شرطة كام؟ أربعة وسالب اتنين، عند الأربعة وأنزل عند السالب اتنين، يبقى دي جيم شرطة. طب النقطة إيه؟ د شرطة أربعة وصفر، أربعة وصفر إيه؟
دي كيان كده بشرط، هوصل مع بعض كده هلاقيها هيديني شكل نفسه اللي فوق بس انتقل بمقدار قد ايه عندك؟ مقدار ثلاثة وسالب أربعة، يبقى أنا كده رسمت ليه الصورة دي. شوف بعد كده التمرين اللي بعديه. مدينا برضه شكل صورة المستطيل ألف ب ج د، حيث هو مديك ألف أربعة وواحد، ومدينا ده أربعة وثلاثة، وجيم واحد وثلاثة، والدال واحد وواحد، ومدينا انتقال س زائد ثلاثة وص زائد ثلاثة، يعني أكنه بقول لك إن هو كام؟ ثلاثة وثلاثة. طب أول حاجة عندي أنا عايزة أجيب صورة كل نقطة، يبقى أنا أجيب أول حاجة ألف شرط، ألف شرط عندك أربعة وإيه وواحد دي بنقطة، زائد مين الانتقال عندك اللي هو ثلاثة وثلاثة، هيساوي هجمع أربعة وثلاثة يبقوا سبعة، سبعة وكام؟ سبعة وأربعة. طب هجيب ب شرط بيساوي نقطة عندك ب كام؟ أربعة وثلاثة، زائد الانتقال ثلاثة وثلاثة هيساوي أربعة وثلاثة برضه سبعة وكام؟ سبعة وستة. طب هجيب النقطة دي بشرطة اللي هي عندك الجيم بواحد وثلاثة، زائد الانتقال عندك ثلاثة وثلاثة، يبقى هتساوي ايه؟ واحد وثلاثة أربعة، وثلاثة وثلاثة كام؟ أربعة وستة. هجيب النقطة دي بشرطة، القانون عندي ثابت ما بيتغيرش، اللي هو مين؟ قانون الصورة بتساوي النقطة زائد الانتقال، د اللي هي واحد وواحد زائد الانتقال بتاعك اللي هو كام؟ ثلاثة وثلاثة، هتساوي ايه عندك؟ أربعة وكام؟ أربعة وأربعة. طيب هنشوف مع بعض كده. اول حاجه هنمثل بقى النقط دي على الخط اللي قدامي، هو كان عامل رسم هنا ا ب ج د، عايز اجيب ايه؟ الانتقال بتاعه، صورته بالانتقال. يبقى اول حاجه نقطه ا شرطه 7 و4، طب انا عايز امثل السبعة وال4، يبقى هي عند السناب عند السبعة، طب فين السبعة؟ يبقى دي 6، يبقى كده هنا السبعة هنا بعدين يبقى 7، وعند الايه؟ وعند ال4 يبقى دي 7 و4. طيب بعد كده عندك 7 وكام؟ 6 ب شرطه 7 و6، يبقى عندي السبعة هنا واطلع عند الايه؟ نفس السواء كده عند الايه؟ عند الستة. طيب النقطة اللي بعد ايه؟ يبقى دي مين؟ يبقى دي ألف شرطة، ودي ايه؟ ب شرطة، جيب شرطة أربعة وستة، عند الأربعة واطلع عند الستة، يبقى أربعة وستة، أدي ج شرطة، د شرطة أربعة وكام؟ أربعة وأربعة، يبقى دي د شرطة، يبقى أنا هوصل كده مع بعضه، خلي بالك أنا زودت السبعة عشان هي مش كانت موجودة عندي في الرسمة، يبقى دي الستة عندي أصبحت كام؟ ألف شرطة بشرطة، يبقى ألف شرطة بشرطة جيم شرطة د شرطة، يبقى ده بالانتقال اللي هو إيه؟ بالدخول. نشوف مع بعض التمرين اللي بعده. بيقول لك تختار الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس، بيقول لك صورة النقطة 2 وسالب 1 بالانتقال قدره 3 وحدات، يبقى هو محدد لك هو مقدار الانتقال 3 في الاتجاه إيه؟ يبقى هو لازم نحدد المقدار والاتجاه، يبقى المقدار 3 في الاتجاه الموجب من محور السلك. بص ضدنا ما جابش سنتها ماليش دعوه بيها، يبقى هو حدد السنان بس هي اللي هينتقل فيها ثلاث وحدات، يعني هاجي على السنان هزود لها ثلاثه، ليش معنى زودنا لها؟ عشان هو قال موجب، يعني ضيف عليها ثلاثه، يبقى هزود عليها تبقى خمسه وكام؟ خمسه وسالب واحد، السالب واحد ده زي ما هو، ماليش دعوه عشان هو ما جابش سيره الصادات في حاجه، يبقى اصبح خمسه وسالب واحد. طيب بعد كده بقول لك صورة النقطة سالب 3 و4 بانتقال 4 وحدات في الاتجاه السالب لمحور الصدود، يبقى هنا عكس اللي فوق، هنا ما اتكلمش على السنات خلاص مش هغيرها، يبقى السالب 3 زي ما هي، لكن قال لك تعالى اجيب 4 وحدات بس في الاتجاه السالب، يعني ضيف على دي الأربعة دي ضيف لها سالب 4 تبقى كام؟ صفر، عشان 4 ايه زائد سالب 4 سالب، يبقى أصبحت سالب 3 وايه؟ وصفر. بعد كده بقول لك ايه؟ صورة النقطة 3 و5 بانتقال قدره س زائد 2 و ص ناقص 1، أكن النقطة دي كام؟ 2 وإيه؟ 2 وسالب 1 زي ما إحنا اتفقنا، لكن ماليش دعوة هو كاتب السين عشان يعرفك إن دي بتاعت السينات ودي بتاعت الصادات. إيه قلنا الصورة بتساوي إيه؟ ده نقطة زائد الانتقال، يعني 3 و5 زائد كام؟ 2 وسالب 1، هجمع عادي 3 و2 5 و5 ناقص 1 أو 5 زائد سالب 1 هتطلع كام؟ 4، يبقى 5 وإيه؟ خمسة وأربعة. بعد كده بيقول لك صورة النقطة، يبقى مين المجهول دلوقتي؟ صورة النقطة، النقطة اللي أنا مش عارفاها، النقطة هي اللي مجهولة بالانتقال قدره سالب ثلاثة وأربعة، هي دي عايدة على مين؟ عايدة على الصورة، يبقى دي الصورة وده الانتقال هو عايزه النقطة، يبقى النقطة كان ليها قانون بيقول إيه؟ النقطة بتساوي الصورة ناقص الانتقال، خلي بالك، يبقى هنا مين اللي ناقص؟ النقطة هي اللي ناقصة. يبقى النقطة كان لها قانون بيقول إن النقطة
بتساوي ايه؟ بتساوي الصورة ناقص الانتقال. الصورة عندي اهي، هي عايزة كلمة الصورة، سالب 5 وكام؟ سالب 5 و11 ناقص بتاعت القانون الانتقال اللي هو كام؟ سالب 3 و4، بقى عادي، سالب 5 سالب 5 سالب 3، خلي بالك سالب 5 يبقى اصبحت زائد 3، اصبحت سالب 2 و 11 ناقص 4، 11 ناقص 4 كام؟ 7، يبقى سالب 2 وايه؟ و7. خلي بالك دي مهمة. بعد كده برضو بيقول لك صورة النقطة 8 وسالب 10 بانتقال قدره سالب 3 و4، هو عايز الصورة عادي، يبقى النقطة زائد الانتقال هجمع 8 زائد سالب 3 يطلع كام؟ 5. سالب 10 زائد كام؟ زائد 4 يطلع كام؟ سالب 6، يبقى النقطة كام؟ 5 وسالب 6. طيب بعد كده بيقول لك صورة النقطة 1 وسالب 3 بانتقال أنا مش عارفاه، هي كذا، يبقى دي الصورة ودي النقطة وده الانتقال المجهول، يبقى الانتقال القانون بيقول ايه؟ بتاع الانتقال كان بيساوي الصورة اللي هي اللي بتطرح دايما ناقص النقطة اللي هي الأصل. طيب يبقى الصورة هي ايه؟ كام؟ 1 و0، 1 و0 ناقص ناقص مين النقطة؟ النقطة كام؟ 1 وسالب 3، هطرح 1 ناقص 1 كام؟ 0، و0 ناقص ناقص 3 اديني ايه؟ موجب 3، يبقى 0 و3، يبقى الإجابة عندي 0 و3. يبقى دي هنا، دي موجب، يبقى 0 و3.